وكان لي الشرف اني انا اكون واحد من الايدك ستارز، واللي اسعدني اني تكلمت عن شيء انا احبه، تكلمت عن شيء مو محضر له، تكلمت عن شيء اليوم حضرت له، اليوم تكلم فيه. فجدا سعيد ان انا مشارك، وجدا فرحان ان حصلت لي الفرصه هذه، وان شاء الله ما تكون اخر مره باذن الله. وراح اعتقد بعد تجربه اليوم راح احضر كل ايدك ان شاء الله. الف شكر حق اندكس ميديا، ما قصرتوا، مشكورين.